اهلا بكم كل مشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي، واولى فقراتنا الحواريه في الاهلي الليله. فقره مميزه جدا لان البدايه بنجم كبير، نجم من نجوم النادي الاهلي. بدايته لما لعب للفريق الاول تقريبا كده موسم 67، ولحق بقى العمالقه وكان عنده 17 سنه بالصعد صغير، كان فوق بقى الكابتن صالح والكابتن رفعت والاجيال الكبيره. وزامل الكابتن هاني مصطفى وزامل عديد من نجوم النادي الاهلي والكابتن عصام عبد المنعم والجيل المحترم. وليه بصمات كبيره جدا في التدريب بره وجوه. مين ما شافش الكباتن الكبار حسام حسن ووليد صلاح، هشام حنفي، نجوم كتير جدا كان لضيف العزيز بصمه في ادائهم وهو مدربهم. خلينا نرحب بكابتننا الكبير كابتن عادل طعمه. منور يا كابتن. كابتن ايهاب الحمد لله على سلامتك. ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يخليك. مش عارف ابدا معاك منين وهتكلم معاك في الكوره في حاجات كتيره جدا، لكن اكيد المشهد القريب مشهد الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هو حتى الان اللي في اذهان الجميع. الاهلي يكتب دستوره او الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هي اللي بتكتب لائحه النظام الاساسي للنادي. دايما على مدى تاريخ النادي الاهلي الجمعيه العموميه تعتبر ارقى واجمل ما في مصر، جمعيه عموميه النادي الاهلي. جمعيه بتعرف ازاي تختار، بتعرف ازاي تقف مع ناديها في التوقيت المناسب، عندها حس وطني، جمعيه رائعه داخله في سياسه مع رياضه مع اجتماع، تحس كده بوتقه كده جميله. ناس بتقعد في النادي 4 سنين ما بتجيش، بتيجي يوم الانتخابات تيجي علشان تحط بصمتها ان يفضل النادي الاهلي بمبادئه وقيمه تفضل مستمره. تيجي فأرقى يوم الانتخابات حاجة وتيجي يوم الوضع دستور الاهلي او التصويت على اللائحه. في برضه يبقى في ناس ليهم مصالح دول بيجوا كل يوم، ودي حاجه طبيعيه في النادي يعني. انما في عائلات وفي ناس نعرفها من زمان، الناس دول كل 4 سنين يجوا يوم الانتخابات فقط علشان بيبقوا عايشين جوه النادي بس مش متواجدين في النادي، فعارفين ايه اللي بيدور في النادي، وبيحسوا اذا كان النادي في خطر ولا مش في خطر، هل النادي محتاج ايه. كل الامور دي بيجوا وما لهمش اي مصلحه غير ان هم يشوفوا النادي بتاعهم في المقدمه دايما. فعشان كده دايما الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي ارقى واجمل حاجه في مصر بالنسبه لي، لانها الناس بتشتغل بتنسى نفسها تماما وما لهاش اي مصلحه، لا عايزه معسكر ولا عايزه كرسي ولا عايزه النادي الاهلي دايما اسمه يبقى راقي. جمعيه عموميه ما حدش يقدر يضحك عليها وما حدش يقدر يستقطبها وما حدش يقدر يعمل معها اي حاجه، لانه ما فيش مصلحه. المصلحه حاجه مرتبطه باسم النادي، فما فيش حد هيستفيد منهم من الجمعيه العموميه علشان حد ياخد رايه او خلافه. لذلك يوم الانتخابات ده بيبقى يوم جميل جدا. انا حضرته المره اللي فاتت ديت وشفت ناس كبار جدا اللي جاي على عكاز واللي جاي على كرسي متحرك، وكم الزحام اللي كان موجود وكم المشقه علشان تعدي الكوبري او علشان طبعاً تركن عربيتك. اعداد غير مسبوقه جات الانتخابات وفي مكان صعب بالزبط. جدا يعني انا كنت واقف يعني خدنا جميع انواع الضرب اللي ممكن تشوفها في حياتك. الغير مقصود طبعا. لا طبعا من الزحام. الزحام طبعا. اخ محمد مرجان كان جنبي، هو كتف وانا كتف. انما الحمد لله الجمعيه العموميه دايما مشرفه. الجمعيه العموميه مشرفه والتاريخ بيتكتب، التاريخ الحديث 28/9/2018 لما اعضاء الجمعيه العموميه ويجوا ب 16138 عضو، احتياج النصاب ل 12500 يبقى اكتر من 13300 بيوافقوا على اللائحه في زمن وفي توقيت مهم جدا وفي يوم حر. والناس برضو كتير كانت خايفه من التخوف بتاع الانتخابات ان تكون الخيمه زحمه، ان تكون في مشقه كبيره، لكن الامور المره دي كانت افضل، الدخول بشكل سلس اكتر، المدخل الواسع ليه الخيمه، العربيات الجولف السريعه عشان تودي الناس، الكراسي المتحركه، شباب النادي الاهلي وفتياته اللي وقفوا قبل الناس، يعني الحمد لله في نسب كويسه وتقدم شويه. دي حاجه مفروغ منها. اه
ما نتكلمش عنها، لا دي حاجه مفروغ منها. تمام. في النادي ده الطبيعي شايف ده الطبيعي. ده النادي الاهلي. انما اللي عجبني الحقيقه مجلس الاداره انه لما عمل لائحه اتعرضت على جميع العموميه، ابتدت الناس تقول اراء، ابتدت تبعت اراء، الاراء دي اتحطت في لجنه، لجنه قويه، ابتدى يبقى فيه نوع من النقاش مع كل الـ الاطياف سواء رياضيين او اجتماعيين او في كل. فدي طبعا حاجه غير مسبوقه، قبل كده كان القرار بيتاخد وخلاص والجميع العموميه تيجي وخلاص منتهينا، لا. فاخدت وقت، الناس ابتدت تقرا والناس ابتدت تناقش، واعتقد يمكن جه اكثر من 1000 وشويه، يمكن انت صلح لي اكثر 1200 اقتراح من الاعضاء بتغيير 2500 اقتراح، 3500 اقتراح. طب شفت بقى انا 3500 اقتراح بالظبط، لان انت عارف ممكن يبقى في 100 اقتراح في حته واحده، 200 اقتراح في حته واحده، وده فعلا كله اتخذ بيه، وتم تعديل اكثر من 60 بند. ودي بقى دي هذه الاداره بقى، يعني انا بدير بشكل ما فيهوش الامر الواقع، لا في مناقشه، علشان عضو مجلس الاداره ايهاب، عضو مجلس الاداره هو عضو عامل في النادي. مظبوط. الجمعيه العموميه بتختاره علشان يعمل ايه؟ عشان يدير النادي. يدير النادي عشان يريح الاعضاء ويبسطهم ويريحهم، وعلشان يرسم سياسه ليه واللي جاي من بعده. فعضو مجلس الاداره دي وظيفته. فالحقيقه الشغلانه دي محتاجه جهد، محتاجه مشقه، محتاجه واحد يكون لاغي نفسه تماما علشان يبقى متفرغ لخدمه 140 الف اسره. طبعا. فدي عمليه شاقه جدا، ممكن تنسى شغلك، تنسى اولادك. لو كان باين وقفه اعضاء المجلس وهم واقفين، يمكن كان في رساله من الاستاذ خالد درندلي والاستاذ خالد مرتجي، وقالوا معانا في التسجيل هنا في القناه، قال لك ما احنا بنعملش هنا بقى دعايه للائحه، ده احنا بنساعد الاعضاء في يوم تاريخي ويوم احتفالي في النادي الاهلي. لان دي ده المساق اللي النادي هيمشي عليه، والمساق ده في مصلحه لاولادنا والاحفادنا اللي جايين بعدينا، وكل جيل بيجي يطور من البرامج بتاعته ومن اللوائح بتاعته بما يتناسب مع العصر اللي احنا عايشينه. واعتقد دي خطوه موفقه جدا، وما ينفعش كان النادي الاهلي يمشي على اللائحه الاسترشاديه، ما كانش ينفع. فكانت اللائحه دي كانت مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. أكيد كان يوم مميز، حبيت أبدأ معاك بيه لأنه حتى اليوم بيتصدر المشهد حتى الآن، ولكن طبعا الأهلي دايما بيطوي الصفحة، وتلاقي زي ما حضرتك عارف افتتاح أو وضع وتدشين الفرع الرابع، دستور النادي الأهلي ولائحة النظام الأساسي، فرقة الكرة شغالة، مباراة في أفريقيا، مباراة مهمة جدا، مباراة وفاق سطيف واستعدادات وبعض الإصابات، لكن اكيد النادي الاهلي رغم الضغوط ادى مباراه رائعه امام النجمه اللبناني، ربما تكون بروفه قويه جدا قبل وفاق الصيف. ما فيش شك ان الجهاز الفني بقياده المدير الفني كارتيرون، الحقيقه كل يوم بحس ان هو راجل كان على عينيه فيه كده، يعني لسه في غطاء، شويه شويه بيستكشف اللعيبه. بس ده طبيعي. لا طبيعي، انت واحد جاي على فريق جديد وبيشوف شرايط، صحيح كان هنا موجود قبل كده بس كان بيبقى مركز مع فرقته ومش التركيز على الموجودين، وبعدين طبعا في لاعبين جداد انضموا للفريق هو ما يعرفش، مشيت وفي لعيبه جاي على فريق جديد خالص، وبالتالي انا شفت له تصريح مثلا اول امبارح بيقول ان احمد الشيخ لاعب رائع. أنا كنت زعلان جدا لأن من ضمن اللعيبة اللي كنت أتمنى إنهم ياخدوا فرصة كان أحمد الشيخ، عمرو بركات، صبر الرحيل، دول ثلاث ولاد أقوياء جدا، كويسين جدا، هو مع الوقت أعتقد إنه هيديلهم. الحقيقة برضو قرايته للمباريات بحس إنها كل مادة فيها نوع من التطوير. يعني مثلا ماتش النجمة، الماتش الأولاني يمكن ما قريناش الماتش كويس، وابتدى يمكن بتغيير تشكيل الفريق، يمكن كان في ظروف ضغوط المباريات، لكن كان هناك يمكن 6 أو 7 لاعبين كانوا متغيرين، وطلعنا بنتيجه سلبيه جدا مع فريق متواضع جدا، 0-0 في القاهره، دي كانت نتيجه
انا بعتبرها نتيجه سلبيه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. هي نتيجه سلبيه، لكن خلينا نرجع للايجابيات زي ما بدانا الحلقه. لا انا هبدا الايجابيات. عشان معايا تليفون بس، ما انا هروح بقى للايجابيات. احنا كنا بنتكلم في اللائحه الاساسيه للنادي الاهلي وقانون النادي الاهلي ويوم تاريخي 28/9/2018. عشان كده معايا على الهاتف الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. تحياتي ايهاب الخطيب وتحياتي الكابتن عادل تعيمه. تحياتي كابتن عادل تعيمه وتحياتي لصديقي ايهاب الخطيب. اشكرك يا استاذ محمد. لكن يوم كان مشهود بشكل كبير جدا، يوم كان فيه تلاحم من مجلس الاداره زي ما قال كابتن عادل اللي هم في الاصل اعضاء جمعيه عموميه، ما كناش عارفين في اليوم ده مين عضو مجلس الاداره من مين عضو الجمعيه العموميه. الكل بيشارك والكل واقف بيساعد والكل عايز يطلع اليوم بالشكل الجميل اللي ظهر بيه حتى يخرج دستور النادي الاهلي لنور ومكانه يجب او يليق بالنادي الاهلي ان تطبق عليه اللائحه الاستشاريه. مبروك لحضرتك ولكل مجلس الاداره والجمعيه العموميه. الله يبارك فيك. بنبارك طبعا اعضاء الجمعيه العموميه. زي ما حضرتك بتقول كده، اليوم كان احتفاليه، كانت الناس دي مبسوطه، كل واحد مشارك في الموضوع بيتحرك بقلب. مدركين الجمعيه العموميه مدركه اليوم ده يوم تاريخي، فكله كان بيتحرك بقلب. والنادي الاهلي عمره ما راهن على اعضاء جمعيه عموميه او جمهور، يعني حضورهم كذا، فكان يوم للتاريخ اكيد. استاذ محمد طبعا في التوقيت ده وناس راهنت وناس قالت كتير ازاي وهيجي العدد ده على يوم واحد ولسه الناس داخله مدارس وخلاص الناس واثقه في المجلس فما عندهمش استعداد ينزلوا دلوقتي، طب المجلس يعني متسرع على ايه؟ طب عايز يعمل لائحه دلوقتي ايه؟ لكن دايما رهنتكم مجلس اداره النادي الاهلي على عضو الجمعيه العموميه في الاهلي دايما كسبان وارقام كبيره جدا اتحققت وحقق النادي الاهلي المراد والمطلوب. زي ما حضرتك بتقول، يعني مجلس الاداره كان واخد وعد على نفسه ان هو ينفذ اللائحه في السنه الاولى، وكان عندنا جمعيه عموميه العاديه المفروض ان هي الشهر اللي جاي، فكان كنا حابين ان احنا نعملها مش على اللائحه الاستشاريه، لا على لائحه النادي الاهلي. زي ما حضرتك بتقول دخلت مدارس، اليوم كان حر ومع ذلك الناس نزلت، التواجد والعدد كان كويس جدا، يعني الحمد لله كان يوم كويس جدا الحمد لله. يوم كويس جدا، وقبلها كان في يوم برضه كويس جدا في وجود حضرتك مع فريق الكوره كاصغر رئيس بعثه. طبعا مش عايز اقول بقى وش حلو، طبعا اشدت فيك مجروحه وانت موجود، وبعد ما النتيجه هنا يعني اتوصفت بالسلبيه والاداء الى رباعيه واداء مميز جدا رغم الضغوط واللي حصل امام فندق الاقامه بالليل والمنافس على ارضه ووسط جمهوره عنده الرغبه انه يحقق، لكن الاهلي بيفوز برباعيه. يعني طب الحمد لله طبعا على الفوز في بيروت، وطبعا يعني انا شرفت برئاسه البعثه، ويعني الاهلي ما بيقفش عند الاحداث اللي تم. طبعا الاحداث يعني ان احنا تواصلنا مع السفاره وتواصلنا مع رئيس نادي النجمه، والحمد لله يعني كان في تكشيف امني بعدها، واحنا يعني ما بنقفش يعني النادي الاهلي اي بطوله يعني بيشارك فيها عينه على البطوله. يعني طبعا دايما الاهلي عينه على البطوله. مش عايز اطول عليك، اخيرا رسالتك لجماهير النادي الاهلي قبل المباراة الهامة أمام وفاق سطيف. يعني احنا طبعا وجود الجمهور دايما دايما داعم، وجود الجمهور دايما بيدعم للعيبة في أرض الملعب، اللعيبة يعني دايما اللعيبة في كلامهم بيقول لك لعبنا بدون جمهور غير لعبنا بجمهور. طبعا. النهاردة إن احنا عايزين نلتزم بتشجيع فريقنا. احنا مش عايزين نخش في أي يعني حاجات جانبية. احنا عايزين نركز مع فريقنا لان احنا يعني حابين ان الجمهور يبقى متواجد، ان شاء الله ربنا يكرم النادي الاهلي يكون موجود في النهائي، مش عايزين يعني يحصل اي حاجه، احنا عايزين الجمهور يبقى احرص كمان مننا ان هو يبقى متواجد في النهائي، مش عايزين اي عقوبات او اي حاجه. فاحنا يعني انا بناشد الجمهور ان هو يلتزم، ان احنا مش عايزين نخش في اي حاجه او اي حاجه جانبيه، احنا عايزين نركز مع فريقنا فقط لا غير. رساله مهمه جدا. شكرا استاذ محمد الجرحي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ورسالتك وصلت للجماهير. شكرا لحضرتك وشكرا طبعا لكل اعضاء المجلس اللي كان ليهم دور في الفتره اللي فاتت. لو ليك تعقيب على مداخله الاستاذ محمد الجرحي قبل ما نكمل. طبعا عنصر شاب جميل من ضمن العناصر المبشره ان شاء الله ويبقى ليها مستقبل، ما بيطلع رئيس بعثه في السن الصغير ده، يمكن في ناس في الجهاز يمكن اكبر منه في السن،
ويبقى رئيس بعثه ويبقى بياخد طبعا خبرات. الكوادر بقى اللي الاهلي ايه؟ الكوادر بيربيها زفره كوره. بالظبط زفره كوره. بالظبط خبرات وشباب ناضج وشباب. فكل واحد بيسلم الرايه للي بعديه. فطبعا انا بهنيه وببارك له على المباراه. الحقيقه كانت مباراه مشرفه جدا وكان فيها لا رياض اعتبار حتى فريق النجمه. يمكن في ناس مسؤولين كتير قدموا استقالتهم بعد المباراه لانها كانت مباراه يعني بيسموها كده زي في البوكس كده الضربه القاضيه. كان 4 اهداف ويمكن ضعفهم كان ممكن يتسجل. لكن بنقول الاخ محمد الف مبروك وان شاء الله دايما رئيس بعثه مشرف والنتائج تبقى جميله كده ان شاء الله. طبعا زيه زي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي دايما بيكونوا عند حسن الظن في رئاسه البعثات. وطبعا وجودهم ممثلين للنادي الاهلي ده شرف كبير طبعا وشرف عظيم لاعضاء المجلس اللي بيكونوا رؤساء طبعا كلهم طبعا بعثات. كلهم طبعا. حضرتك وقفت معاك في الكلام على ان الموقف سلبي والنتيجه كانت سلبيه في مباراه الذهاب وبالتالي مباراه العوده كان البعض يعني بيشكك ان الاهلي يستطيع ان يعبر. فما بالك بقى ان الاهلي يؤدي بهذا الاداء وبهذه النتيجه. طبعا المباراه الثانيه كان شفت انت الملعب ما كانش مستوي قوي وبعدين طبعا كان في ضغط جماهيري كبير وكان في احداث قبل المباراه. انما الحقيقه اللاعبين ادوا المباراه بروح. وبعدين حتى من ضمن الايجابيات انه الجهاز الفني احترم جدا فريق النجمه وتحس ان هو نزل بالتشكيل الرئيسي بتاعه. ما فيش غير احمد فتحي بس رغم ضغط المباريات لعب بنفس التشكيل اللي هو بيلعب بيه معظم المباريات لان المباراه ديت مهمه جدا لاستمرارك في البطوله العربيه. يمكن انا برضو بحيي الجهاز الفني وعلى راسه الكارتيرون انه ما لعبش باحمد فتحي. احمد فتحي كان في مهمه لمساندة محمد صلاح. رسميا بيمثل قائد منتخب مصر في هذه الاحتفاليه. ما كانش ممكن جدا ان انا اقبل المباراه بيوم وابتدي بيه. فدي برضه خطوه فنيه وتربويه مهمه جدا. لعب طبعا بمحمد هاني وطبعا ادى اداء قوي جدا. شفنا المباراه الروح القتاليه اللي موجوده الاهتمام التركيز. الحقيقه ادى النادي الاهلي مباراه رائعه وكان الاهداف كلها اهداف جميله جدا واهداف فيها في اداء في حركه في اداء وفي حركه في جمل تتعمل. طبعا وليد سليمان ما فيش شك كل يوم كل يوم بيقول لنا انا سميته في احد المباريات ميسي العرب. انت شفت الجول الثالث اللي جابه التمريره اللي عملها من الجناح اليمين بوش القدم الخارجي الشمال لأزارو الجول الثالث في الزمالك. لو تشوف الجول ده جول طبعا ما يعملوش الا يعني نوعيه من نوعيه ميسي. الاهداف اللي بيجيبها في كل المباريات ثم التمريرات القاتله اللي بيعملها لزمايله. الجول الثاني اللي بيلعبه الاسلام محارب وهو جايب قبل كده مع حوريه الكيني جايب الجول الاولاني وعامل جولين. سيبك من هو منتخب مش منتخب ان الراجل ده من العناصر لعيب مميز جدا وبيأدي من العناصر اللي لا يمكن الفريق يتخلى عنها ولا بد من وجودها في كل المباريات. لان وليد طول ما هو في الملعب طول ما هو اداؤه هيستمر وهيزيد. الحديث بقى على بعض اللعيبه الكبيره في السن معيار هنا السن ولا الاداء؟ يا اخي اصل الحاجات دي بقى اتقتلت بحث. بس لازم نقول ما ينفعش انت عطائك ايه؟ عطائك انا كمدير فني انا هجامل وليد او هجامل هجامل ليه على حساب مين؟ كرة القدم ما بتعرفش المجامله اساسا. ملعب ما بيشيلش حاجه. في اخي ولد بيبقى عنده 20 سنه مش قادر يجري. مظبوط. يعني انا برضه في انتقاد. انا شخصيا انتقدت ولدين من ولادنا وكانوا معايا في قطاع الناشئين. واحد منهم انتقدته بشده لانه مواليد 97 في الماتش بتاع حوريه ما كانش بيجري. حتى الاحصائيات بعد المباراه ولا التحام ولا تمريره ولا انا ممكن ابقى مش موفق. يعني تبريراتي بس ببذل جهد وبلتحم وبشترك وبحاول ان انا اعمل حاجه. هنا السن هل ده مقياس؟ انا عندي 20 سنه
وفي غيري وليد سليمان اكبر مني يمكن ب 13 سنه، ومع ذلك التحاماته واشتراكه مش خايف على نفسه، كل التحام داخل وبقوه، بتمريراته تمريرات سليمه، بيرجع يدافع، بيهاجم، بيسدد على المرمى، بيعمل تمريرات مفيده لزمايله. عمر السن ما كان مقياس. السن امتى يبقى مقياس؟ لما يكون الاداء مانيش قادر ان انا اجاري الشباب اللي موجود في الملعب. لكن لما يكون انا وليد سليمان وبيلعب جنبي ولد 20 سنه اكيد لازم هيستفيد مني، هيستفيد من وليد. شوف وليد بيعمل ايه طبعا، التحاماته شكلها ايه، تمريراته، روحه القتاليه بيشتغل ازاي، بيجري بيجيب الكره بسرعه علشان ينفذ الجمله اللي المدير الفني طالبها منه. لما بيروح يهاجم مطلوب منه تكمله في خط 18 علشان يبقى فيه كثافه عرضيه عشان يحرز اهداف، ما يكسلش علشان يوفر جهده لانه تعبان، ما تعرفش هو تعبان من ايه. فطبعا كل الامور ديت امور مهمه جدا. الايجابيات اللي كانت موجوده في الماتشين الحقيقه، ماتش حريه وماتش النجمه، الحقيقه بتقول ان النادي الاهلي ابتدى يبقى فيه نوع من الصعود البدني والفني، ودي حاجه بتبشر بالخير ان شاء الله قبل ماتش صفاقسي ان شاء الله بكره. وفاق سطيف طبعا بعد بكره ان شاء الله. فاق سطيف مباراه مهمه جدا لوفاق سطيف. في التوقيت ده بيعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي قائمه الفريق لمواجهه فاق سطيف بعد غدا الثلاثاء. القائمه جاءت كالتالي: شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، باسم علي، احمد فتحي، محمد هاني، سليف كولوبالي، ايمن اشرف، صبر رحيل، وعلي معلول، حسام عاشور، هشام محمد، اكرم توفيق، كريم نيدفيد، احمد حمدي، وليد سليمان، ومؤمن زكريا، صلاح محسن، اسلام محارب، وليد ازارو، احمد حمودي، ناصر ماهر. وطبعا قائمه المستبعدين جاءت كالتالي: سعد سمير، وميدو جابر، ومروان محسن طبعا، وعمرو السوليه للاصابه، ومحمد نجيب طبعا. كل دي اصابات قائمه المستبعدين، وسعد سمير لن يلحق المباراه مع ميدو جابر ومروان محسن وعمرو السوليه. طبعا المصابين بنتمنى عودتهم بسرعه، ويبقى في تكثيف في العلاج، ونجيب احدث ما في العلم يبقى موجود عندنا بالنسبه لعلاج الاصابات، لان الاصابات عندنا احيانا بتطول شويه. فعايزين برضو نبقى احنا ان شاء الله في المقدمه بالنسبه للاصابات ديت. الاصابات بنشوفها بره ما بتاخدش وقت كبير. طبعا يا كابتن النقطه دي مهمه، ولكن اكيد الفتره اللي فاتت اختلفت شويه، كان في فتر فعلا بيحصل ده، ربما طبعا لضغوط المباريات، ربما لاستعجال اللاعب على نفسه عشان المنافسه، لما بيحس ان هو قادر المفروض ياخد راحته الكامله، هو بيتعمل له اختبار طبي بيبين فيه ان هو جاهز 100%، بينزل تعوض له الاصابه، لان طبعا ظل وجود منافسه كبيره جدا، فرقه كبيره زي النادي الاهلي، اللعيب اللي بياخد فرصه بيمسك فيها، اللعيب اللي بيصاب بيحاول يسابق الزمن عشان يرجع عشان يحافظ على مكانه، فالمنافسه مع ضغط المباريات ربما يكون عامل او سبب في ذلك. علشان كده العالم كله دلوقتي بتلاقي انت برشلونه كان بيلعب من يومين، وامبارح كان بيلعب، وهكذا ريال مدريد، وكل فرق العالم بتعمل كده. علم الاستشفاء متطور جدا، وعلم الاحمال متطور جدا، الى جانب علم الطب العلاجي. الطب العلاجي المفروض ان احنا يبقى عندنا احدث ما في الطب العلاجي، بحيث ان انا عارف ان الشد هياخد مينيمم قد كده، اقصى حاجه ليه قد كده، بحيث ان انا ادي لنفس البراح، ان انا اللي عنده الضمه هياخد الوقت المناسب، بحيث الاصابه عندي ما تطولش، لان انا بستثمر اللاعب ده. اللاعب ده انا باخده بسي مثلا ب 10 مليون ب 20 مليون. طول ما هو بيديني في الملعب بيديني النتائج، وبيديني استثمار، وبيديني اسم. وبالتالي العلاج ده دوري اللي انا اقوله، ان لابد ان العلاج عندنا يبقى فيه نوع من التطوير في بالنسبه للعلاج وبالنسبه للاجهزه، مش في النادي الاهلي بس، في مصر عموما بيبقى معروف فلان اصيب يقول لك هياخد قد كده، هياخد اسبوع، هياخد 10 ايام، فعلا بعد 10 ايام بتلاقيه في الملعب. كذلك عمليه التدوير، احنا شفنا امبارح برضو ماتشات، يعني ميسي الراجل ما ابتداش بيه على الرغم ان هو كان مغلوب الماتش اللي قبليه، وهكذا. مفيش حاجه اسمها فبركه او يعني، لا، في علم، والعلم ده علم متطور جدا،
وعلشان كده بقول لك علم الاستشفاء بيتطور جدا في ظل الاستثمار الرياضي، انك انت باستمرار في ماده بتشتغل في السوق، فعايزين ماتشات كتيره، عايزين بطولات كتيره، عايزين متابعه من الجماهير في العالم كله. اللاعب ممكن يستهلك، عشان كده العلمين دول مهمين جدا، علم الاحمال وعلم الاستشفاء، الى جانب علم الاصابات واصابات الملاعب ورجوع اللاعب بسرعه الى الملعب. دي عمليات كلها، لان نجم اذا ما راحش المباراه الايراد بيتاثر طبعا. فطبعا دي كلها حاجات حته مهمة. الاستشفاء طبعا مهمه جدا، وفي العلم الرياضي الحديث فيها اهتمام كبير جدا، ولكن طبعا كل مدرب ليه طريقته. في مدرب يحب تاني يوم بعد المباراه على طول يمرن وبعدين يدي اجازه، في مدرب بيدي اجازه ويشتغل تاني يوم، ولكن الاستشفاء بيبدا فعليا بعد اطلاق صافره النهايه الحكم المباراه. برافو عليك، هو ده الكلام. مجرد على حتى في اجهزه طبعا بالزبط. اكيد انت عارفها، في الجهاز اللي اظن عند رونالدو، جهاز اظن اتحط بيقعد فيه دقيقه، درجه حراره طبعا. درجه حراره البروده بتاعتها بتوصل ل 50 تحت الصفر اظن او حاجه زي كده، بيقعد فيها دقيقه. احنا بنتكافى كابتن بالثلج بقى، وبنحط الثلج. لعلمك الاسيوطي كان جايب جهاز زي ده، انا شفته لما عملنا اختبارات هناك، جايب الجهاز ده. فالجهاز ده اللعيب بيقعد فيه تقريبا نص دقيقه او دقيقه، بيرجع جسمه كانه ما لعبش ولا عمل حاجه خالص. فده برضو الجهاز ده بيتعمل ليه؟ هو جهاز الماني على فكره، جهاز الماني، الالماني اللي عاملاه. النادي الاهلي ببطولاته بالجماهير اللي وراه لا تقبل الا نتائج واداء، نتائج واداء. العلمين دول محتاجين جدا ان احنا نبتدي نشتغل عليهم، لان المباريات وكثافتها، انت بعد كده في ماتشات الدوري هتلعب تقريبا كل 48 ساعه او 72 ساعه. يعني حتى الجهاز الفني قيادة الكابتن يوسف وافق انه يلعب ماتش الداخليه من غير الدوليين، بحيث ان هو برضه ما يبقاش بيلعب كل 48 ساعه، محتاج يفك الضغط على نفسه حتى لو فيها مخاطره بغياب الدوليين. لكن هو لعبته كلها هي لعيبه سوبر، لعيبه بتؤدي، لعيبه تحمل قميص النادي الاهلي، فبالتالي قدر ان شاء الله على مش هتحس بالفارق، مش هتحس بالفارق، لان الولاد كلهم الحقيقه، وخاصه ودي ثقه من الجهاز الفني، ثقه كبيره من الجهاز الفني في اللعيبه، ويديله كمان ثقه. طبعا الثقه دي على فكره بتبقى مهمه جدا للعيب، لما يلاقي المدرب دايما واثق فيه وبيدفعه في اوقات ويديله مباريات من بدايتها، وبيديله اوقات احيانا ويبقى عارف هو نازل بيبقى مديله الدفعه، يقول له انا لاعبك في الدقيقه الفلانيه عشان هتنزل وهتعمل لنا كذا وكذا وكذا. دي كلها امور نفسيه طبعا احنا درسناها كلنا من زمان. وبالتالي المدير الفني بيبقى الى جانب ان هو راجل تربوي وراجل فني، برضه راجل بيشتغل علم نفس. اذا ما كانش فيه طبيب نفسي بيبقى هو بيقوم بهذا الدور، وبيبقى دوره اكتر من الطبيب النفسي، لانه اللعيب بيبقى دايما مرتبط بمديره الفني. اي كلمه لو زعلان منه وبص له بصه مش كويسه تحس ان هو الدنيا بتسود في وشه، ولو بس غلط ولقاه بيسقف له وبيشجعه وبيدفعه هتبص تلاقيه اداؤه بيتطور واداؤه بيبقى الافضل باستمرار. المباراتين الاخرين للنادي الاهلي سواء كان في البطوله العربيه او في البطوله الافريقيه فيهم مفارقه واحده، هي نتيجه الذهاب ربما تكون نتيجه مخلقه، ولكن يعني نتيجه الاياب نتيجه كبيره. ده حصل في مباراه حريه كوناكري، رغم ان المباراه كانت خارج ملعب النادي الاهلي، مباراه الذهاب التعادل، وكان الاهلي عنده القدره انه يكسب بهدف وباثنين لولا سوء التوفيق. ولكن في القاهره البعض برضو قال ان حريه كوناكري هيقدم مباراه كبيره وتبقى صعبه على النادي الاهلي. قال لعب مباراه كبيره جدا، لعبته قدوا بشكل كبير جدا، حقق رباعيه. نفس القصه بتنطبق على مباراه النجم اللبناني، مباراه الذهاب رغم انها كانت العكس بقى في القاهره، اتحققت نتيجه التعادل، البعض شافها انها نتيجه سلبيه. في لبنان النادي الاهلي بيفوز برباعيه. رباعيه النادي الاهلي امام حريه كوناكري ورباعيه النادي الاهلي امام النجمه، دي امام المنافس، امام وفاق سطيف، ازاي الفريق اللي جاي يلعب النادي الاهلي في هذا التوقيت شايف النادي الاهلي منتشي مباراتين ورا بعض برباعيات؟ الجهاز الفني للنادي الاهلي، هل مباراه وفاق سطيف دي مباراه مختلفه لما بيتكلم مع لعيبته؟ في رباعيه امام حريه كوناكري، في رباعيه امام نجم اللبناني، ولكن هل المنافس مختلف؟ نظره الطرفين لبعض بعد الرباعيات. الاهلي منتشي بمباراتين، لا الاهلي منتشي من 110 سنه. في تاريخ من البطولات. تمام. التاريخ ده كل الاجيال من اللعيبه بتتوارثه. ف وفاق سطيف وهو جاي عارف ان في تاريخ كبير قوي،
وعارف ان في نوعيه من اللاعبين هم العمود الفقري بالنسبه للنادي موجودين. هتلاقي شريف، شناوي، فتحي، معلول، حسام عاشور، ازارو، وليد سليمان، كل الولاد الموجودين في الفرقه، مؤمن زكريا، الولاد دول كلهم موجودين، دول واخدين وارثين الدفعات القويه اللي هي بتسمح لهم ان هم بيأدوا البطولات سواء على المستوى الافريقي او على المستوى حتى انديه كاس العالم. احنا خدنا المركز الثالث لو تفتكر في اليابان. مظبوط. وكل الامور ديت النادي الاهلي بيبقى واقف على ارضيه صلبه. لكن لما يجي المنافس شايف ان اخر ماتشين بيأدي بالقوه دي ورباعيات في البطوله الافريقيه وفي البطوله العربيه، يعني ده بتدي برضه رساله للمنافس. طبعا بتدي له رساله، لكن المفروض انها ما تاثرش مع لاعبتنا، لان لاعبتنا مش هتتاثر، لان دي مرحله وعدت. مرحله الحريه والنجمه عدت. المرحله اللي عدت دي انا داخل على مرحله اخرى. النادي الاهلي طول ما بيلعب مع فرق قويه، الفرق القويه دي دايما المستوى بيعلى. مستواك انت كنادي الاهلي بيعلى، لانك انت بتلعب منافس بيلعب كوره. منافس انت عارف هو بيلعب بايه، عارف نقاط الضعف اللي عنده، نقاط القوه اللي عنده ايه، بتدرسها كويس. وبعدين انت بتلعبه زي الشطرنج، هو بيرمي حاجه انت بتنزل بالمقابل بتاعها. انت بتستغل حراسه المرمى يبقى في تسديد، تستغل ان الجانب الشمال زي مباراه الحريه الكيني. الباك الشمال قدرنا ان احنا نستغله استغلال قوي جدا في الماتش الثاني، وشفنا قد ايه اللي كان فيه وليد واعتقد حمودي ضحك على الراجل وراح مرقصه على الرجل الثابته وعملها بدايه الهدف الاول. يعني انت استغليت نقطه الضعف اللي كانت موجوده في الفريق حريه، وكذلك بالنسبه للنجم اللبناني انت برضو استغليت قلبي الدفاع والاختراقات من ازارو ومن محارب ومن وليد. كل الامور دي بتقول للفريق المنافس خد بالك انت جاي بتقابل فريق قوي. لذلك هو مركز قوي في تصريحاته انه على المباراه الثانيه. لا، ما في مباراه، في 90 دقيقه الاول. ال 90 دقيقه الاول خلينا ايه نفكر فيها الاول. ما 90 دقيقه ديت اذا انت ما اديتش فيها الاداء الجيد، طب الماتش الثاني هيعمل لك ايه؟ اكيد هو عايز يحقق نتيجه معينه في مباراه الذهاب، عينه على نتيجه معينه. طبعًا. عايز يحقق نتيجه تنفعه في مباراه العوده، لكنه طبعا اكيد مركز بشكل كبير وشايف انه يقدر يعمل على ملعبه حاجه، لكن مباراه الذهاب ماذا سيفعل المنافس؟ ما لو قرا التاريخ هتبص تلاقي ان النادي الاهلي دايما بطولاته بياخدها من بره، يعني في تونس جول ابو تريكه، وقبل كده كابتن سيد، واكثر من لاعب، اكثر من بطوله خدناها من بره. لكن هو اكيد الاداء الفني هيبقى فيه حرص دفاعي، هيبقى فيه نوع من الانواع الهجمات اللي يحاول يعمل هجمه مرتده على امل انه اندفاع، هو يبقى متخيل ان يبقى فيه اندفاع من خط الظهر. والكلام ده على فكره انا قلته في احد الاستوديوهات عندنا هنا، قلت النادي الاهلي لما بيلعب مع حوريه ما اعتقدش ابدا ان هيبقى فيه اندفاع دفاعي، وانك تدي ثغرات في خط الظهر بتاعك. طبعا الكلام ده مع الانديه الصغيره، مع الانديه الضعيفه، مش في الانديه الكبيره اللي بحجم النادي الاهلي. وقد طبعا رؤيتي الحمد لله كانت مظبوطه، وما فيش تقريبا حاجه راحت خالص للشناوي تقريبا خالص طوال الماتشين. النادي الاهلي في المباراه ديت اعتقد سرعه الارتداد، الكثافه الهجوميه، الكورات الثابته، الاختراقات من الاطراف، التسديد من خارج ال 18، كل النقط اللي فيها ممكن احنا نستغلها هنستغلها. السيطره على وسط الملعب قبل المباراه حريه الثانيه من ضمن التشكيلات تمنيت ان وليد سليمان ما يلعبش على الطرف. تمنيت ان وليد سليمان يبقى بيلعب في العمق، بيقوم بالدور صانع اللعب. الدور ده وليد ممكن يعوضنا السنتين الثلاثه اللي جايين دول بحاجه غير طبيعيه. يبقى عنده حريه حركه، يتحرك بعرض الملعب، يبقى يا اما تحت راس الحربه، يا اما تحت راسين الحربه، يا اما على الطرف اليمين، طرف الشمال. ومجرد ما بيروح للطرف اليمين الراجل في الطرف اليمين يبتدي يروح مكان، وهكذا يبقى في نوع من التبادل عشان ما حدش يتولى السيطره عليه ورقابته علشان يحد من خطورته، من يا اما بالتسديد يا اما بالتمرير. وليد بيتميز كمان ان هو بيقوم بدور دفاعي. فانت في وسط الملعب لما بتفقد الكوره
وده اللي كان ناقص ناصر ماهر في الماتش الاولاني، ما كانش بيقوم بالدور الدفاعي، وده اللي خلى شكلنا الشوط الاولاني ما كانش كويس. وليد سليمان بيقوم بالدور ده وبيلتحم وبيشتغل، بيعمل الدور ده، عنده قوه بسم الله ما شاء الله. فانا اقترحت انه يعني تمنيت انا طبعا احنا ما بندخلش في الجهاز طبعاً الفني، تمنيت ان وليد يلعب في الحته دي. واعتقد برضه في ماتش النجمه برضه وليد لعب برضه في الحته دي، وشفنا قد ايه الاهداف اللي عملها، عامل جايب جول وجايب جولين، عامل جولين اسلام محارب اعتقد وواحد تاني اظن. اذا كانت يعني اذا كان انت شايف ان وليد في القلب بيأدي بشكل كبير وبيأدي بشكل مميز، وربما تكون مباراه النجمه كانت بروفه قويه لمباراه وفاق سطيف، وبرضه الاهلي لعب فيها فتره بفرودين، هل شايف ان برضه يبقى في مفاجاه امام الفريق الجزائري والنادي الاهلي يبدا بفرودين عنده أزارو جاهز بشكل كويس، صلاح محسن بيأدي، ابتدى الراجل كمان يشوف صلاح محسن افضل الفتره اللي فاتت ويديله اكتر. اصل في يعني وجهه نظر انا بعتبرها غريبه شويه، ان انا بلعب بفرودين يبقى انا بهاجم اكتر، الكلام ده مش مظبوط. والدليل على كلامي ان اكبر ناديين في العالم ريال مدريد وبرشلونه ما فيش راس حربه. يعني دايما في الدفاع اللي جاي من تحت، اللي جاي من تحت والاندفاع، وتبص تلاقي راكيتيتش رايح الماتش اللي فات رايح هو جوه 6 يارده، بوسكيتس بتبص تلاقيه جوه الجول، بيكيه بتبص تلاقيه بيجيب اهداف. في حته ان انا بحط راسين حربه دي اعتقد انها بتبقى في اوقات معينه، اوقات صغيره جدا علشان اخد حاجه معينه، وبتبقى فرقه اللي قدامك فريق مش بتاع كوره. ليه؟ لانه فاقد السيطره على نص الملعب، فانت بتلعب براسين حربه بحيث انك انت تستغل الكرات العرضيه والاخر، بيبقى عامل كثافه قدام الجول، فانت بتبقى عايز تخلي اثنين بيجيدوا ضربات الراس او الاندفاع على المرمى، فدي ممكن. انما النادي الاهلي طول عمره بنلعب ايام فلافيو ايام متعب، برضو كان واحد منهم بيبقى متقدم والتاني بيبقى تحتيه وهكذا، وابو تريكا وبركات وجلبرتو، المجموعه اللي احنا كلنا طبعا ساعدنا بادائهم. فكون اني بلعب براسين حربه مش معنى كده ان انا بهاجم اكتر، لا. أزارو لما يلعب وتحتيه وليد سليمان، وطبعا احنا ما بندخلش في التشكيل طبعا، يعني انت وجهه نظر حضرتك طبعا بعيدا عن رؤيه الجهاز الفني. لا، الجهاز الفني ليه الحريه الكامله وهم ما شاء الله احسن مننا مليون مره. هو وليد سليمان في المكان ده مؤثر جدا مع وجود الاطراف، ممكن جدا صلاح ممكن يلعب على الطرف لو الجهاز محتاجه، يبقى فيه نوع من الحركه تبادليه مع أزارو. دي طبعا وجهه نظر الجهاز الفني، ليه الحريه الكامله ان هو، لكن وليد في الحته ديت مع حسام عاشور ومع هشام، الحقيقه الثلاثي ده يعمل استحواذ، والاستحواذ مش معنى ان انا باخد الكوره ان انا بستحوذ علشان اخد الكوره وخلاص، لا، انا بستحوذ علشان افضي مساحه علشان حد يندفع علشان الكوره تتلعب له عشان يجيب هدف. مش الاستحواذ ليه، طبعا ليه طرق كتيره وليه اهداف كتيره، منها ان انا بضعف من معنويات الخصم بجريه ورا الكوره كتير علشان اهد من معنوياته واخلي احطم معنوياته، وبعدين احاول ان انا افقده ليقتل بدنيا نتيجه الجري الكتير ومش قادر يستحوذ على الكوره، ثم مع الاستحواذ والضغط اللي هو بيعمله عليا علشان ياخد الكوره مني، انا عندي نسبه الاستحواذ عندي، وعندي اللعيبه اللي تقدر تستلم الكوره وتسلم الكوره في مساحات وتنقل الكوره من الشمال لليمين والعكس، عندي اللعيبه اللي ممكن تعمل كده. في فرق كتير ما عندهاش الحته دي انها تعمل الحاجه دي، فانا لما اكون بعمل الحاجه ديت مع اندفاع، تبص تلاقي وليد يعني في ماتش الحريه، طب حمودي لما لعب الكوره كان وليد فين؟ على العرض القريبه، قال له كمان وسهل عليه على العرض يعني القريبه، يعني راح معاه وسهل عليه وليد، عمل له نوع من الحلول. وليد في الوقت ده كان ايه؟ مش راس حربه؟ مظبوط، وهكذا. واسلام محارب في ماتش النجمه كان فين؟ وليد لما على وراه بالعرض كان راس حربة. يبقى راس الحربة دايما متنوع، وعلشان كده الرقابة المفروض عليه بتبقى تقريبا زيرو. ليه؟ لأن الراجل المندفع من الخلف والكرة بتتلعب له وما فيش حد بيتولى الرقابة بتاعته. فعملية الاستحواذ مع عملية تبادل المراكز مع عملية انه وليد سليمان مع أزارو بيعملوا كل يوم، بيبان لنا مدى التفاهم والانسجام اللي بينهم، مع اثنين على الاطراف
يعني من احسن الناس اللي انا بشوفهم دلوقتي بيلعبوا الكرات العرضيه اللي هي الواو من الثلث الاخراني من نص الملعب. فتحي شفته عملها لازارو في الدوري وفي ماتشات افريقيا، بيروح عاملها له من وسط الملعب من بعد الغايه بعد خط السنتر بشويه، ويروح عاملها له واو وهو بيروح قاطع وعاملها بدماغه في العرض القريب. في مرتين عدت من جنب العارضه، وفي مره او مرتين جت اهداف. وكذلك معلول برضه بيعملها سواء لما بيوصل للنهايه في الثلث الاخراني او في الثلث الثاني من نص الملعب. الى جانب شفنا احمد فتحي جاب الجول في ماتش النجمه نتيجه انه دخل وراح كاسر لجوه وبالرجل الشمال بيعملها على طول بشكل كبير جدا، والهدف ده كان هدف حاجه ثانيه فكرك بيها. اتفضل. معلول جاب الجول الاولاني، معلول جاب الجول الاولاني في ماتش النجمه، يعني ده ظهير ولا كان راس حربه في الوقت ده؟ ما هو كان ظهير، ومع ذلك في الوقت يعني ده من الواجب والهجوم من الوقت ده كان فين؟ كان على خط ال 18 وجايب الجول الاولاني وجايبه. بس واضح يا كابتن ان في تغيير في استراتيجيه النادي الاهلي، ويبقى في نوع من زياده الحلول بالتصويب من خارج المنطقه. لعيبه كتير يعني الاختراق من العمق ما كانش موجود الفتره اللي فاتت، لقينا في اختراق من العمق وفي تصويب من بره، وبعيدا برضه عن الاعتماد على الكرات العرضيه. يعني مستر كارترون والجهاز المعولي الفتره اللي فاتت اداء الفريق بيتطور حتى خططيا في الملعب، بيتطور بزياده الحلول من الاختراق من العمق من التصويب من خارج منطقه الجزاء. ده واضح بشكل كبير جدا في مباراه حريه كوناكري وفي مباراه النجمه. ما بخبيش عليك يا استاذ ايهاب ان انا في البدايه كنت قلقان شويه من الخواجه. مستر كارترون. كنت قلقان شويه، لكن انا بشوف حتى الماتش اللي فات تغييراته سواء ماتش حريه في افريقيا وماتش النجمه في البطوله العربيه ابتدى تغييراته يبقى فيها نوع من القرايه الجيده، من القرايه كويسه، تغييراته فيها دقه بتوقيتات مظبوطه. جاي في ضغوط كبيره قوي يا كابتن، وجاي الفرقه كانت مغلوبه مباراتين في افريقيا، وجاي صعب جدا يعني الامور والاستمرار، وبينافس وبيخلص اول مجموعته ماشي في الدوري بشكل كويس، ما تهزمش ولا مباراه من ساعه ما جه. يعني في وسط كل ده برضو يعني التركيز الزايد خلاه زي ما انت بتقول كده يحط ايده وعينه على اللعيبه من المشاهده ليهم، وبرضو الراجل باين واضح يعني استيعابه السريع للعيبه وقدراتها، ودخول الحمودي يعني دخول مفاجئ لحمودي في مباراه حريه كوناكري كانش متوقع في التشكيله. كنت بحضر مران الاخير وشفت وحسيت ان حمودي هيبدا، لكن حسيت ان في جرأه شويه من مستر كارترون. المدرب المفروض يبقى عنده الحته دي، ما لازم يبقى عنده الجرأه وعنده روح المقامره، ان انا مقتنع بحاجه، الحاجه دي يا اما اثبت نجاحي فيها يا اما اجلها شويه، مش اقولها اقول انا فشلت فيها. فيبقى عندي الجرأه ان انا طالما انا مقتنع بحاجه انا بعملها. برضه سعدت جدا لما اشاد باحمد الشيخ. لانه انا بشوف ان احمد الشيخ بيديله امل في الفتره الجايه. احمد الشيخ لو لعب وخد ثقه وخد هو وصبري وعمر، لو يعني الفرصه جات لهم ان شاء الله، اعتقد الثلاثي ده بيمثل 30% من قوه النادي الاهلي. ما اعرفش تتفق معاه ولا تختلف يا كابتن. اللاعب برضه لازم لما ياخد الفرصه يمسك فيها بشكل كبير، لازم من انصاف الفرص يعني يثبت نفسه، وان كان طبعا هم كلهم لعيبه كبيره، ولكن ده موجود في كرة القدم، لما تجيلي فرصة أمسك فيها بشكل كويس وأظهر بالشكل الموازي اللي يخليني أنافس اللعيب اللي موجود بشكل أساسي. أنا بقى في الحتة دي ممكن أختلف بقى معاك شوية. اتفضل. ليه بقى؟ لأن أنا الفرصة دي لما أكون أنا لسه ناشئ لسه بلعب. لكن لما يكون أحمد جاي ثلاث سنين هداف دوري وأحسن لعيب في مصر. فأنا الفرصة دي لما أديها له ما أديلوش هاف تايم أو أديله ماتش وبعدين خمس ست ماتشات وأروح مديله هاف تايم واحكم عليه ان هو لا. طب ما انا في لعيبه اخرين انا بدي لهم فرصه واثنين وثلاثه وعشرة من السنه اللي فاتت، انا بدي فرص كتيره كويس. يعني حموده خد فرص كتيره جدا مع الراجل ده مع الراجل ولا مع اللي قبله؟ مع اللي قبله مع الراجل ده لسه يا دوبك اهو الراجل مع الراجل مع حسام ومع لكن لسه الراجل الجديد بيديله اداله فرص كتير. احمد شيخ يمكن عشان مش مقيد فانا بنعذر الراجل انه انه ما اداش ما بيديش لاحمد شيخ عشان بطوله الافريقيه. بعت له رساله امل. الرساله دي سعادتني جدا على الرغم ان انا يعني علاقتي باحمد الشيخ ما فيش علاقه تقريبا خالص، انا عمري ما شفته غير مثلا مره في عزا وقلت له اوعى. لكن واثق في امكانيات. انا بشوف ان هو من اللعيبه المؤثرين جدا. تعرف راح نادي الاتفاق ايهاب؟
كان مهددين بالهبوط ثلاث شهور مشي من نادي الاتفاق كان بينافس على المركز الرابع. والدوري السعودي انت عارفه طبعا مدى قوته طبعا، وكذلك طبعا اولادنا حسين وصالح جمعه الاولاد كانوا مشرفين جدا في الدوري وغيره وغيره، وطبعا ومؤمن كان هايل جدا مع النادي الاهلي مع نادي اهلي جده. اولادنا الحقيقه مشرفين جدا، اولاد النادي الاهلي مشرفين جدا. فانا بقول ليه احمد، لان انا اعرف امكانياته وشفنا قد ايه كان مؤثر مع فريق المقصه، وكان بيجيب اهداف شكلها ايه، وكنا كلنا نتمنى كل اهلاوي ان الراجل ده يتولى يعني يلبس تيشيرت النادي الاهلي، زي ما احنا بنتمنى لحسين الشحات انه يعني يجي النادي الاهلي، لانه برضه ده من العناصر المميزه. ما ينفعش ان انا اجيب حسين الشحات واقعده ما ادلوش فرصه، ما اسمهاش فرصه. ده الراجل جاي زي ما انت بتجيب راجل اجنبي، الراجل الاجنبي اللي انت بتجيبه ده انت مقتنع بيه، فانت بتجيبه عشان يبقى من ضمن ال11، مش انت جاي تديله فرصه. لا، انت جايبه علشان انت مقتنع تمام الاقتناع بامكانياته الدفاعيه والهجوميه والتسديد الاختراق كل ما هو مميز في المكان اللي هو بيلعب فيه، انا جايبه على هذا الاساس. فما فيش حاجه اسمها ان انا اديله فرصه، لا، ده انا الراجل ده جايبه او شاريه علشان يبقى من ضمن ال11 المميزين اللي عندي. زي ما انا بجيب لاعب افريقي انا جايب لاعب مصري ما بديلوش فرصه، لا، ده انا بلاعبه بصفه مستديمه. زي ما ازارو احنا استحملناه قد ايه؟ اخذ فرصه، خد فرصه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لحد ما عمل ايه في لافيو انت فاكر؟ قعدنا سنه طبعا نقول ده جاب جول بقفاه ومش عارف ايه وظهره، وبعدين المدرب اثبت لنا وهو كمان اثبت لنا لما خد فرص كتيره ادى موهبته وهو بيشتغل، لحد لما ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو الولد ما اخد فرصته عمل ايه؟ قعد يمتع النادي الاهلي باهداف طبعا، كم من الاهداف وكم من سواء في كاس العالم للانديه او في البطولات الدوري او بطوله افريقيا، واحد من افضل لاعبين المحترفين اللي جم. شفت كان بيجيب الجوال ازاي بدماغه؟ طبعا تاريخه من حتت صعبه جدا يا ايهاب، من حتت صعبه جدا طبعا، واهداف مؤثره جدا عوض كل. يبقى اذا احنا مش مختلفين تمام انه اللعيب الكبير او اللعيب اللي جاي لي بحجم كبير تصبر عليه، يعني ما ينفعش تديله وتصبر عليه، ما ينفعش اديله فرصه. لا، ده انا لعيبه العيبه لحد بقى سبع ثمان مباريات، حتى لو المكان اللي عندي فيه لعيبه اساسيه على اعلى مستوى مكان مزدحم جدا، لان تحت راس الحربه النص الهجومي ده يعني في زحمه كبيره، مش في الاهلي بس، حتى منتخب مصر وفي الدوري المصري هو اكتر مركز تقريبا في الكره المصريه فيه مواهب. ما هي دي هتبقى التنافس اللي هيبقى بين اللاعبين، ده هيبقى في صالح النادي وفي صالح الجهاز الفني. الحاجه الثانيه ازاي بقى عمليه التدوير في ظل التنافس الشديد ده وظل تتابع المباريات، انك انت تبتدي تدي للناس. انا اديت النهارده لحمودي اربع خمس مباريات، يقعد مباريتين ياخدهم فلان، ياخدهم ميدو، ياخدهم مؤمن، يبقى فيه التنافس ده، بحيث ان الولاد كل واحد زي ما انت وليد سليمان، انت الماتش اللي فات رحت مخرجه وهو خارج عامل ايه؟ يعني منتشي حاجه ليه؟ لانه حاسس ان هو الراجل بيريحه. كذلك برضو عاشور انت برضو بتريحه ليه؟ لانك انت خلاص ضمنت نتيجتك، وبعدين في نفس الوقت انت محتاجه لماتش كمان اربع خمس ايام. فعمليه التدوير دي برضو محتاجه جهاز فني. وبرضو لازم اذكر محمد يوسف فقد بطوله افريقيه قبل كده وفي ظل نقص عددي رهيب جدا طبعا، فكارتيرون معاه قيمه وقامه اسمها محمد يوسف مدير فني رائع، فهو بيشتغل مدرب عام مع الراجل، فطبعا لازم يبقى الـ الـ الانسجام ده مع طبعا سامي، مع كمال مصطفى كمال، مع الجهاز الطبي، مع الجهاز الاداري اللي موجودين. المنظومه دي كده ان شاء الله تولد لنا بطوله افريقيه ان شاء الله، بطوله عربيه، ثم تودينا كاس العالم للانديه اللي كل الجمهور ده بقى الحلم ان شاء الله المنتظر. كابتن، في غيابات زي سعد سمير، زي ميدو جابر، زي السولية، زي مروان محسن، محمد نجيب، معظم الغيابات في خط الظهر. وممكن من خلال القائمة اللي هعيدها على حضرتك تاني نقدر نشوف التشكيلة المثلى للنادي الأهلي من وجهة نظر حضرتك. لو قلنا شريف إكرام، محمد الشناوي، علي لطفي، باسم علي، أحمد فتحي، محمد هاني، سليف كولوبالي، أيمن أشرف، صبر رحيل، علي معلول، وحسام عاشور، هشام محمد، اكرم توفيق، كريم نيدفيد، احمد
حمدي وليد سليمان مؤمن زكريا صلاح محسن اسلام محارب وليد ازارو احمد حمودي وناصر مهن. لو في تشكيله من وجهه نظر حضرتك من خلال القائمه المتاحه. من ضمن الحاجات اللي عجباني في الخواجه انه بيحاول يثبت التشكيل. فما اعتقدش انه هيغير عن ماتش النجمه الا فتحي. هيبقى في فتحي. وبعدين برضو من ضمن الحاجات اللي انا بقولها للجهاز كن سعد مصاب، سعد طبعا ليه وزنه في الفرقه لكن ايمن اشرف ما بيأدي بيقل عن اداء سعد. أدي بشكل مميز. أيضا السنه اللي فاتت عمل ايه ايمن اشرف؟ حاجه مشرفه جدا. وبيلعب في كابتن حسام البدري طبعا لعيبه في الحته ديت، وهو كان يعني جايبه علشان اكتر من مركز ولعيب منتخب هل اداؤه تاثر؟ ما تاثرش. فانا سعد ان شاء الله يعني يقوم بالسلامه كده ان شاء الله، بس ايمن لازم نديله وضعه، نديله حقه انه لا يقل عن سعد. الاثنين ولاد النادي والاثنين على كفاءه عاليه جدا. زي ما حضرتك قلت كده هيبقى فتحي ومعلول. والجهاز اللي الماتش اللي لعب الجهاز الفني تشكيل اللي لعب بيه الماتش اللي فات ما اعتقدش انه يبقى فيه تغيير. هيبقى برضه هيقبل مؤمن مع تغييره، ممكن يبقى ازارو، بيبدا بازارو مكان صلاح، يعد صلاح الماتش اللي فات ونزل ازارو في الاخر علشان ازارو ما يبعدش عن جو المباريات، نزله اخر. ودي برضه من الحاجات الايجابيه، كان ممكن جدا ما يلعبوش اخر ربع ساعه، لكن هو دفعه داخل الربع ساعه عشان ياخد حساسيه الماتش ويبقى خارج منتصر. هو برضه بيشجعه، عايزه يعني عايزه علشان يبقى كان ممكن جدا الربع ساعه دي ما انت كسبان بتنزله ليه؟ ما دي بقى رؤيه مدير فني، اشتغل بالزبط. مدير فني يبقى فاهم انت بتنزله ليه اخر ربع ساعه واخر ثلث ساعه، نزل ازاره ليه؟ انت عايز مزيد من الاهداف؟ لا، اللي بيفهم كويس يقول ان هو بالراجل ده تفكيره، انا بنزله علشان اديله احساس المباريات، اديله الدفعه النفسيه المعنويه ان انا كسبان وبلاعبك وانت كسبان على اساس ان انت الماتش اللي جاي انت منتشي باربع اهداف، وزمايلك انت شفت زمايلك ادوا ازاي، وانت كمان انت بتادي ومن ضمن الناس اللي بتادي بروح قتاليه كانه متربي في الناشئين في النادي الاهلي. ازارو بيلعب الواجب الدفاعي والواجب الهجومي على اعلى مستوى. بصراحه ازارو وسليف كولوبالي برضه في خط الظهر، اثنين لعيبه تحس انهم من ولاد النادي الاهلي، يعني رغم ان سليف يعني حديث العهد، لكن تحس اثنين لعيبه فعلا ماتش الحريه يعني هناك ماتش الحريه هناك الاثنين الوحيدين افضل اثنين في الملعب مع فتحي طبعا. مع فتحي، مدحي كان بيهاجم وبيدافع وكان ماسك اخطر واحد كعادته. كان كوليبالي وكان ازارو، حتى واحنا سيئين جدا كان افضل الناس اللي موجوده في الملعب كان كوليبالي وازارو. ف التشكيل اعتقد ان الراجل هيبقى نفس التشكيل مع اختلاف اثنين، احمد فتحي هيبقى باك رايت وازارو مكان صلاح، هيبقى في مؤمن وفي اسلام محارب. ما اعتقدش ان هو هيغير كده. وبعدين هيبقى في وليد سليمان وفي هشام وفي حسام عاشور وخط الظهر كوليبالي وايمن اشرف وعلي معلول وفتحي والشناوي. يمكن الشناوي النهارده كان في اصابه في التمرين خبطه لكن قام سليم الحمد لله ومتعافي. الشناوي الشريف الاثنين حراس كبار، حراس كبار يعني طبعا. يعني شريف كمان مصلحه الفريق، المنافسه شريف قويه كمان لازم برضو يعني يبقى يخش برضو شويه، لانه انت محتاج الجول بتاعك دايما يبقى محتاج يبقى موجود في الـ في الـ في 90 دقيقه، لان احساس المباريات، توقيت الخروج، التمرير، بدايه الهجمه، كل الحاجات دي ما بتجيش غير لما يكون عليك ضغوط وانت بتلعب الباصه للباك ليفت. اذا انت ما انتش واخد ماتشات هتلاقي الباصه مش رايحه بالدقه. في التمرين ممكن تعملها بس ما فيش الضغوط الجماهير ولا المنافس اللي داخل علشان يلتحم معاك وانت بتلعبها بسرعه علشان تروح لزميلك بالمقاس وبالسنتي. كل وبعدين بدايه الهجمه، الصعود، الطلوع في الكرات الثابته، الحاجات دي كلها تبقى محتاجه ماتشات. شريف والشناوي اعتقد الاثنين تقريبا في مستوى عالي جدا، واعتقد ان شريف يمكن يتفوق شويه على الشناوي في الجانب الخبرات، لكن طالما الشناوي واخد والجهاز الفني بيديله الدفعه ديت انا مع الجهاز. وما ننساش ان شريف برضه من ضمن الحاجات اللي برضه الجهاز نجح فيها انه في احيانا
بيديله ماتشات. طبعا بيديله ماتشات. يمكن مستر كاترون كان قاعد مكان حضرتك وبقول له يعني منافسه بين حراس، قال لي من فضلك في حارس برضه كبير اسمه علي لطفي موجود وهياخد دوره وهياخد وقته، ولكن دايما هي حراسه المرمى كده بتعتمد على حارس واحد حتى لو عندك حراس مميزين. الوقت مع حضرتك بيعدي سريعا، لكن قبل ما اشكر حضرتك لو حابب تقول اي حاجه. والله ده رساله للجمهور بتاعنا. الجمهور بتاعنا كل واحد ليه دور. لما حد يستفز النادي سواء جهاز فني او يقول اخبار مش مظبوطه او يحاول ان هو يستفز مجلس اداره او الى اخره، اللي يرد مش الجمهور. الجمهور ليه ان هو يشجع فقط. شجع فرقتك فقط، لانك انت قبل كده خدت جايزه احسن جمهور طبعا في افريقيا، وانت فعلا والله اقسم بالله ان احسن جمهور في العالم جمهور النادي الاهلي. احنا شفنا اللوحات اللي يطلع فيها عليها النصر دي، عايزه 500 خبير عشان يقعد الناس ويطلع النصر ده بيتعمل ازاي والعالم. الدخلات الجميله اللي اتعملت بكام الف؟ 120 الف في المدرج بيعملوا اللوحه دي. في حد دافع لهم حاجه ولا ده من قوتهم امكانياتهم وجايين طبعا. ايه بقى جايين من الساعه 10 الصبح علشان يتمرنوا على الحاجه دي، ولا اكل ولا شرب ولا يعني دخول حمام ولا حبا في هذا الكيان، حبا في هذا النادي. فلازم جمهورنا نبقى احنا واقفين معاه جدا، بنسانده جدا، لكن نبقى حريصين كمان في نفس الوقت ما يبقاش في حد ممكن يعني يتخللنا يندس ويقول حاجه احنا مش حاسين بيها. قلنا ايهاب مره واثنين وثلاثه الكرسي يبقى عليه رقم، وبعدين شباب النادي الاهلي يبقى متواجد في المدرج بحيث انه لاي حد هيقول لفظ ولا حاجه نروح له. النهارده لجنه المباريات كانت موجوده في الاستاد برئاسه سياده الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي، اللجنه اللي شكلها مجلس الاداره بوجود العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وتفقده للاستاد، وهي الفتره الجايه كلام لحضرتك بتقول هيتطبق بشكل كبير، وده حاجه مميزه. هي دي اللي انا بتمناها، وان شاء الله جمهور النادي الاهلي دايما بعيد وبكرر جمهور النادي الاهلي والجمعيه العموميه للنادي الاهلي هم السند بعد ربنا سبحانه وتعالى لهذا الكيان العظيم اللي ان شاء الله يسعدنا ويسعد جماهيره باستمرار بالبطولات وبالاداء وبالاخلاق وبكل ما هو جميل. ربنا يوفق جميع ان شاء الله. كابتن عادل طعيمه شرفتني ونورتني، بشكرك على وجودك معانا النهارده. شكرا كابتن ايهاب. شكرا كابتن. شكرا كابتن. طبعا فقره حواريه مميزه جدا في الاهلي الليله، معانا فقرات كتيره جدا، لكن رساله كل نجومنا النهارده، رساله كابتن عادل طعيمه لجماهير النادي الاهلي، رساله الاستاذ محمد الجارحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي للجماهير، شجع فرقتك، انت رقم واحد، انت رقم واحد في الفريق، انت اللي بتدي دافع، انت اللي بتدي حماس، ما تنشغلش غير بفرقتك، ركز فرقتك محتاجه لك. ان شاء الله الاهلي يكون موجود في المباراه النهائيه لافريقيا بعد تخطي عقبه كبيره ومنافسه شديده جدا امام وفاق سطيف. ابدا ما تدوش فرصه لحد ان الاهلي يتحرم منكم، لان انتوا العون والسند زي ما قال الكابتن عادل طعيمه. لسه مستمرين في باقي فقراتنا النهارده في الاهلي الليله، وروح سريعا لزميلي محمد سعيد.